أفادت مصادر إعلامية أن النيابة العامة طعنت في قضية النصب والاحتيال على 75 طالب جامعي. ووفقا لما نقلته قناة الحياة عن مصادر قضائية، فإن القضية ستعود للمحاكم في حالة ما إذا قبلت المحكمة العليا الطعن. وأوضح ذات المصادر أن النيابة طعنت في براءة المؤثران ميديا للزول، وفي وقت سابق برأت الغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة المؤثران ميديا للزول، فيما قضت بالسجن 6 أشهر نافذة لمؤثرين آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدانت المتهم الرئيسي رزاق أسامة ب6 سنوات حبسا نافذة. كما برأت ذات الغرفة نوميديا للزول من كل التهم الموجهة إليها، فيما أدانت كل من فاروق بوجملين الملقب ريفكا ومحمد أبركان الملقب ستانلي ب6 أشهر حبسا نافذة. وقد تبع هؤلاء بعدة تهم، أهمها النصب والاحتيال على الجمهور والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية وتبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاصة بحركة الأموال، حيث كانت المحكمة قد بشرت باستجواب المتهمين في ملف الاحتيال على الطلبة وسط حضور قوي لوجوه فنية معروفة ومؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي.